حبيبي، كنت قاعدة على طاولة صاحبة المطعم، يعني على الطاولة الرئيسية. لك لا عن جد عم بحكي. وبتعرف مين وصلني على البيت؟ جوزها لصاحبة المطعم. لك ايه؟ ليش هيك عملتي؟ طفي تليفوني وما في كهرباء اشحنه، بدي احكي تليفون ضروري. يي؟ عم بحكي تليفون تليفون؟ كيف بتعملي هيك؟ يعني مع مين عم تحكي؟ مع خالد ولا فراس؟ ولا ما تكوني عم تحكي مع حفيظ؟ مع خالد بس بغض النظر، كيف بتعملي هيك؟ لك مجنونة؟ لك أو أقول لك خليني روح أحكي هالتليفون وبحكي معك بعدين بموضوع أهم من العلاقة تبعك أنت وخالد تبع البقالية. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.